أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. وصلت مؤسسة محمد الخامس ليتضمن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للساكنة القروية بإقليم ورزازات المتضررة من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نتابع تفاصيل هذه العملية في تقرير صفية عثمان. مؤسسة محمد الخامس للتضامن واصلت تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للساكنة القروية بإقليم ورزازات المتضررة، وقد وصلت فرق المؤسسة إلى جماعة أمرزقان الجبلية حيث باشرت عملية توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة مكونة من منتجات غذائية وأغطية لفائدة السكان المتضررين من سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية بعدة دواوير بهذه الجماعة. العملية اللي تتشمل 75 دوار بإقليم ورزازات اللي تابعه لواحد 6 القيادات راها غادية مزيان الحمد لله. اليوم تنتواجدوا بالجماعة ديال إمرزقان اللي غير يستافد منها 405 ديال العائلات تابعين الستة ديال الدواور اللي هما تيزدي، إبرنان، تازولت، تاكراكرا، إملس وأيت عبد الله. أولا كنشكروا جلالة الملك محمد السادس على هذه المساعدة اللي دار لنا، وكنشكروا ثانيا وكنشكروا السلطات على المجهودات ديالها جبارة. واخا وجهنا صعوبات في الطريق ولكن الحمد لله تجاوزنا هذيك الصعوبات، والحمد لله الناس راه كيتسناو دابا المساعدة باش تفرق عليهم. الساكنة القروية المتضررة استفادت كذلك من مصاحبة اجتماعية وتكفل طبي عن قرب، وكان مطار ورزازات قد استقبل مؤخرا الدفعات الأولى من المساعدات الإنسانية الاستثنائية التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر التساقطات الثلجية الهامة التي شهدتها بعض الأقاليم. وارتباطا بنفس الموضوع، افادت وزارة الصحة بأنه تم نقل سيدة في حالة مخاض بواسطة مروحية من منطقة محاصرة بالثلوج من دوار أديد بجامعة تيدلي إلى المستشفى الإقليمي سيدي حسين بورزازات. هنا حجي في المتابعة. من دوار أديد بجماعة تيدلي نقلت سيدة في حالة مخاض بواسطة مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية من منطقة محاصرة بالثلوج إلى المستشفى الإقليمي سيدي حسين بورزازات، ومباشرة بعد وصولها إلى مطار مدينة ورزازات تم نقلها إلى غرفة العمليات في المستشفى بواسطة سيارة إسعاف تم تجهيزها مسبقا لاستقبالها. المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بورزازات عبأت مختلف مواردها البشرية واللوجستيكية من أجل التدخل والتكفل بالحالات الطارئة المتضررة بكافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة الأخيرة تطبيقا لتعليمات الملكية السامية. هذا وتقوم فرق طبية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني بتوفير الخدمات الطبية الممكنة للسكان الذين يعانون من قساوة المناخ والطبيعة في المناطق الجبلية، علاوة على توفير جميع المعدات الطبية والأدوية اللازمة لرعاية الساكنة المتضررة من هذه التقلبات الجوية. وفي آخر المستجدات حول الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس وقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً، وذلك بعد 14 يوماً من زلزال السادس من فبراير المدمر. وأوضحت الهيئة في ندوة صحفية أن جهود البحث انتهت في العديد من المحافظات، وهي تتواصل في محافظتي كهرمان مرعش وهتاي في نحو 40 مبنى. هذا ولم يتم إخراج ناجين جدد من تحت الركام في الساعات 24 الماضية.
هذا وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن تقديم 100 مليون دولار إضافية لمساعدة تركيا وسوريا في عقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان إن هذه المساعدة الجديدة سترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لدعم الاستجابة للزلزال إلى 185 مليون دولار. ومن المنتظر أن يلتقي أنتوني بلينكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. ننتقل إلى بوركينا فاسو، حيث أعلن الجيش البوركينابي الأحد انتهاء عمليات قوة سابر الفرنسية بعد 3 أسابيع من إلغاء الحكومة الانتقالية اتفاقات الدفاع بين البلدين. وقالت هيئة أركان الجيش في بيان إن هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامت أول أمس السبت في حرم معسكر بلا زجري في كامبوستان حفلاً أنزلت فيه الأعلام في انتهاء رسمي لعملية القوة الفرنسية على أراضي بوركينا فاسو. إلى شبه الجزيرة الكورية هذه المرة، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين آخرين قبالة ساحلها الشرقي اليوم، حيث حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القوات الأمريكية من استمرار تدريباتها العسكرية، قائلة إن الدولة النووية المنعزلة يمكن أن تحول المحيط الهادئ إلى ميدان إطلاق النار. المزيد مع بدر زايو. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي. شقيقة الزعيم كيم جونغ أون حذرت القوات الأمريكية من تحويل المحيط الهادئ إلى ميدان إطلاق نار، وطلبت وقف التدريبات العسكرية التي أجرتها الولايات المتحدة، خصوصا المناورات الجوية المشتركة مع حلفائها الآسيويين في نهاية الأسبوع. تلفزيون كي آر تي الذي تديره الدولة في كوريا الشمالية نشر صورا تظهر إطلاق مقذوفين من قاذفة صواريخ متعددة يستهدفان أهدافا على بعد 395 كيلومترا و 337 كيلومترا على التوالي. تأتي عمليات الإطلاق هاته بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان. وفي موضوع آخر، لقي ما لا يقل عن 36 شخصا مسرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول غزير للأمطار على طول ساحة ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل، وذلك حسب ما ذكرت حكومة الولاية في بيان لها. تفاصيل أوفى في تقرير أسامة العمراني. الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 36 شخصا على الأقل في ولاية ساو باولو وفق السلطات البرازيلية. لقطات من بلدة سان سيباستيان انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أحياء بأكملها غمرتها المياه وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة. حكومة الولاية قالت في بيان إن أزيد من 200 شخص أصبحوا بلا مأوى، وتم إجلاء أكثر من 300 شخص من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة. ومن جهته أعلن حاكم ولاية ساو باولو حالة الطوارئ في 5 مدن على طول الساحل. عودة إلى الأخبار الوطنية، حيث نظمت جمعية البغاز لسائقي الوزن الثقيل بطنجة نشاطا تحسيسيا وتوعويا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. ويروم هذا النشاط على الخصوص توعية السائق المهني لعربات الوزن الثقيل وشاحنات النقل الدولي بمخاطر الطرق. سكينة مسوية والتفاصيل. نشاط تحسيسي وتوعوي بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية نظمته جمعية البوغاز لسائقي الوزن الثقيل بطنجة بهدف توعية السائق المهني لعربات الوزن الثقيل وشاحنات النقل الدولي بمخاطر الطرق على الصعيدين الوطني والدولي.
يوما تحسيسيا توعويا لفائدة السائقين المهنيين، وأيضا غادي يكون واحد تكريم للسائق المتقاعد باش نكبروا بهم شوية ونرفعوا لهم شوية المعنويات، لأن العمل اللي قاموا به ماشي سهل. نتكلموا شوية على الآثار أو على البصمة اللي خلوا في هذا القطاع. هذا المناسبة حاولنا ما أمكن نساهموا مع هذه الجمعية من أجل كذلك التكوين، ومن أجل كذلك أنه التجربة ديال السائقين القدماء تمر لهذ السائقين الشباب اللي حتى هما تيقوموا بواحد المجهودات. النشاط جرى بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، يروم ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة السائقين وباقي مستعملي الطريق، إلى جانب تكريم عدد من السائقين المتقاعدين. من داخل هذه المرة، نظم أطباء إسبان قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة مواطني عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بحاضرة إقليم وادي الذهب. المزيد حول هذه القافلة الطبية مع صفية عثمان. أطباء إسبان ينظمون بالداخل قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة مواطني عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بحضرة إقليم وادي الذهب. هذه القافلات تستهدف حوالي 100 مستفيد، وترم تقديم عدد من الخدمات الصحية التي تتضمن إجراء فحوصات طبية وخدمات تمريضية. هذه المبادرة تروم توفير خدمات رعاية طبية في مختلف التخصصات لفائدة مواطني عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الجهة. هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تسهيل ولوج أكبر عدد من الأشخاص المستهدفين إلى الخدمات الصحية، وتعد كذلك فرصة لتعزيز علاقات التعاون في مجال الطب بين أطباء البلدين. هذا العمل التضامني عبأ طاقم عمل مكون من 8 أطباء ومساعدي أطباء من لاس بالماس، بالإضافة إلى ممرضين متعددي التخصصات وإداريين وتقنيين، كما يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تشمل الرعاية العلاجية في الطب العام والمتخصص. تهدف هذه القافلة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الطبية لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بجهة الدخلة والذهب، وكذلك هي فرصة لتبادل الخبرات من مجموعة من الأطباء على الصعيد الجهوي. الأساتذة والأطباء الإسبان المساهمون في هذه القافلة كانوا قد شاركوا مؤخرا في لقاء علمي احتضنته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدخل، وتم خلاله تسليط الضوء على آفاق التعاون في المجال الطبي بين جامعتي لاس بالماس وابن زهر. وثقافيا، يعرض الفنان التشكيلي والكاتب محمد الأمين المليحي بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، يعرض مجموعة من أعماله الجديدة تحت عنوان سحر الهندسة. المزيد في تقرير سكينة مسوية. سحر الهندسة عنوان معرض يضم مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة للفنان التشكيلي والكاتب محمد أمين المليحي، تمزج في تناغم وتناسق بين الأشكال الهندسية والألوان والأبعاد المختلفة، وذلك بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط. هذه الأعمال في الواقع مستوحاة من المحيط اللي عشناه، ومن التراث ديالنا، ومن الفن الشعبي، الثقافة الإسلامية. فن المليحي يشكل دعوة إلى السفر في سحر الألوان والأشكال التراثية التي يعرضها بشكل عبقري، وأعمال المليحي تنطوي أيضا على طابع تراثي. المعرض متواصل إلى غاية 10 مارس المقبل، ويشكل فرصة للزوار لاكتشاف أعمال متميزة بالأشكال الهندسية التي تشكل خطابا تواصليا بين ذات الفنان وذات المتلقي.
وقبل الختام، حقق دانيال ميدفيديف أول لقب له في موسم 2023 في روتردام أمس متغلباً على الإيطالي يانيك سينر، وعاد المصنف السادس بقوة بعد أن خسر المجموعة الأولى ليفوز بوقع مجموعتين لواحدة. التتويج يعتبر هو السادس عشر للروسي في تاريخه. بدر زايو في المتابعة. بعد ثلاث جولات وبشكل مقنع فاز لاعب التنس الروسي دانيال ميدفيديف ببكورة ألقابه هذا العام في بطولة روتردام، متغلبا في النهائي على الإيطالي يانيك سانز. عاد الروسي المصنف السادس من تأخر بعد أن خسر المجموعة الأولى ليفوز بمجموعتين لواحدة. دخل ميدفيديف إلى قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم بفوزه بهذه البطولة البالغة نقاطها 500، حيث صعد من المركز الحادي عشر إلى التاسع متقدما على هوبرت هوركاز وهولجر رون. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. بعد قليل نلتقي في موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.